أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لغة المحدث مصطلح الحديث اسمه تلك الكتاب المتواتر والآحاد بجمل بشيء اسم متواتر لفظي متواتر معنوي اس خطيب بغدادي صبني تعريف اعتبار وشان مش كران ذكر شيخ وانا وها هنا امر في غاية الاهمية وليس شو اخ ماملو يصبر اهمية ولشو وهو مما يتعلق بالخبر المتواتر بنوعيه شو تعلق توان متواتر خبر سيد امكن يعني بنوعيه امكن يعني قسم هيت ذلك ان الائمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الابواب او على حكم من الاحكام أو على أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقولي كي ولا ماشي إطلاق كران. يعني فيك أبواب مز كوني بابس يعني كوني تهديس كوني إبادة تتعلق استوان. يا كوني أحكام مز كوني حكمس. يا معاملات مز أمور مز كوني أمرس. يبان أنت يا سا شو متواتر. يا سا شو كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش متواتر بناء على كثرة الأخبار الصحيحة. التي تضمنت هذا الحكم يعني ياد بنياد اسبرت كي كثير شيء آسان تيم صحيح أخبار يمن مزي حكم آسان شو يعني صحيح سان صحيح رواية شيء آسان واريا زيادة يمن مزي حكم آسان شو أو ذاك الأمر يعني هو معامل آسان شو فيأتي بعضه ترى سامج تمشي وانا يعني يي معامل هسا شو عبادة هسا شو يا هسا شو متواتر سامج كيج أثبت لك شيء آسان كام تواريا أحاديث فانا فيأتي بعض من لا يحسن تصور هذا الباب فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر أو تضمن هذا الحكم بالصحة وانا يمست باي شاسا ام بابج يمست نعمك تصوري آسان شو يموكي هبوني سوشمانا وانا شو يعني يات حديث اسمه استبوتا شو حكم بش ناسو يات حكم اسمه تاريك مو حديث نوون شو متواتر سو يات حديث اسمه استبوتا شو حكم بشان شو سوشمانا شو صحيح روايت صحيح روایت کیاز تم چھ سہور پورمت کی حکم چھ سوری کیا متواتر بلکہ سچ ونان بلکہ کان چھ ونان یتی کی یست اتھ روایت مس بدل کان چیز تہ اس آمود سچ ہسا چھ متواتر تہ سمجھ منی تری ایگزامپل سچ فکر بنا ان علی ثبوت التواتر ھذا الحکم او ذاك الامر الذي تضمنته ھذا الحدیث قد بنی ادس پٹ کیاز کی تواتر چھ اسان امی حکم ثبت یس اتھ حدیث مس ذکر چھ اسان آمود کرن و ھذا لیس بشی منا یشن کو ہنت حیثیت تھوان والتصرف غير صحيح ايش غير صحيح معاملين يما كان روايه نسيت لان التواتر هذا الحكم او ذاك الامر لكثره ما جاء فيه من روايات لا يستلزم التواتر كل افراد هذه الروايات هناك يشي حكم فيها يشي معامل شو ام التواتر هو ثابت يم ذكر امر روايه نمس شو وانا امشي نسى شو لازم يوان يم الروايه نمس يم باقي شيء ذكر اصلا قلت تم تكي اصلا متواتر تم تكي اصلا صحيح ايش تمام جوان ونجو لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط كيف التواتر حكم شيء صرف يسمى سارني رواية نمز مشترك شيء كوني شيء شو سارني رواية نمز تحت شيء اسمنا يسا شو متواتر دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات أم بغير كي يسحر كل رواية اسمه منفرد طور ذكر شو تيكشا ولنزرب لذلك مثالا يوضحه استقر وقت مثال بيان يسات توضيح كيف هنا ذكر أئمتنا مما تواتر عن طريق المعنى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء هنا صغير أئمة يمشي علماء دي موشو ذكر كرمت كي متواتر معنوي إيش أكزامبل نبي صلى الله عليه وسلم الهند نبي صلى الله عليه وسلم الهند دعاء ويزي دست مبارك يطول تود تمشي فنما ياسش متواتر تواتر صيبت بناء على كثرة الروايات الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع مختلفة قد بني هذا سبب يعني كثرة سانج روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم نش آمز شيء مختلف واقعات المز والتي تضمنت هذا الأمر تمر سار رواية المز شو النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا دعاء داشت مبارك تلك تهود أشياء وهذه الروايات وإن تضمنت هذا الأمر وانا يم روايات الى سو شو اگر تي من مزي معامل شو النبي صلى الله عليه وسلم هند است مبارك تود الدوا بيزي فقد تضمنت كل روايه من هذه الروايات شيئا زائدا مگر هر كان روايه چا سمات ما شي توي ات روايه اسم اصلا باقي چيز ذكر كيرت على هذه هذا القاسم المشترك
امی مشترک چیز علاوہ من قونه صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ فی مکان معین مثال کوئی روایت اس مزید فلن جائے حسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک تھود ٹھیک شاید کوئی ساتھ اشید او فی ساعت معینہ فلن معینہ وقت اس مزید ساتھ لکھ تھود او على حیعت معینہ یا فلن طریق اس پر تلکھ تھود او قال فی دعائه قولا معینا یا فلن دعا حسکرک امسات او غیر ذلك یا ان بغراسا باقی معاملات ولا شك أن هذه الزيادات التي تفردت كل رواية ببعضها ليس لها حكم التواتر إيش أصلاً شنو كان تشاك يمي زيادة إيش أنا مس بيان كارن إكسترا إكسترا شيز أشون تواتر حكم تواتر حكم شو صرف كده أشتم بارك شو اسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بزيادة ولا تود أصلاً مش أشا لأنها لم تتواتر أصلاً كذي شنو يجيزي أكسترا شيء شنو متواتر أتمس ولا اجتمع لها ما اجتمع لرفعه صلى الله عليه وسلم ليديه عند الدعاء أتقدر أكسترا معاملات قدر شن تم شيء جمع قمت يوم النبي صلى الله عليه وسلم هندي دعاء بيجي دشت مبارك تود دون نس قدر جمع قمت سؤال مختلف روايات لما تجو قمت أكسي رواية اسمه الزيكة لأن الذي روي بأسانيد كثيرة هو قضية رفعه فقط ونيات مختلف سندن ما جوش ذكر شو عمو سوش سريف داشت مبارك تخد الناس مدلك أما بقية جزئيات كل رواية على هدة فلم يتحقق فيها ما تحقق لرفعه صلى الله عليه وسلم ليديه عند الدعاء تمن قدري ما تمز باقي أكسترا تيزا ذكر كارنا تمن خطر قونو سوش يز متحقق يس دعا ويزي أسد خد الناس مدلك تايا سامج تايا وانا سامج كن كيهين مثال قدر باشت مختلف رواية المز النبي صلى الله عليه وسلم فلن جاي داشت مبارك تخد دعا ويز فلن جاي فلن جاي فلن جاي أشكر أمز مشترك يكي دوا بيز أتو تلون كاشي أساش متواتر صبيت لكن بعد شو أمز مثال كتبر كل رواية مثلا من فرض نماز أو بعد حسات تلي أشي بعد أكيد تات مدرك شيء رواية زي تات مدرك شيء رواية كهانية تو إيش مانا أتو تلون شو متواتر تواتر صبيت إيش مانا إيش مانا أتو تهو تلون مگر معين جاي معين وقت اسمه سوشو كه رواية أمز أمز سوشو متواتر صبيت هذا سامي كي شيء تمام شو سامي فالشيء المتواتر من تلك الروايات هو القدر المشترك بينها فقط هنا المتواتر قص شيء مز صرف سو يس قدر المشترك مشترك شيء يس يمر مز شو يعني سو كاش مشترك شيء كاش يمر مز رفع اليدين اتش وهو رفعه ليديه عند الدعاء صلى الله عليه وسلم اما باقي التفصيلات التي تفردت بها كل روايه عن الاخرى فهي صحيحه يعني يروج باقي التفصيل تم هكذا صحيح وليست لصحة الرواية التي تضمنتها بمفردها وليست هي بمتواترة إذا كنت كم سيكون مدى شيء صحي مقر متواترة برموسنا كي يسو أكسترا هنشاء عمو صرف أكس حديث اسمه أو سامي ونان وعليه فلو جاءت رواية أخرى ضعيفة في نفسها وقات بنية دس بر أغر أسنش من كان حكم قو تواترا صحبت وعن أش بآخر رواية أسنش كيش إن رواية تسمسو شيء ضعيف كيش لعدم توفر شرائط الصحة فيها أتمنى شروط الصحة يما لابنا وتزمنت أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند الدعاء تحمزت شو مغر أمو تتزعيف رواية تسمزت النبي صلى الله عليه وسلم تل دعا ويزجا داشت مبارك تود مع زيادات أخرى لكن تتزعيف رواية تسمزت شو أمود بي أكسترا چيز بيان كرن والتفاصيل مختلفة بمختلف تفاصيل شو أمود بيان كرن فإنه لا يصح والحالة هذه أن تصحح تلك الزيادات يا يعني أن تصحح تلك الزيادات بناء على أن هذا الجزء منها قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم وانا يشون الصحي كتب أنك رواية تأسا شيء ما تمزين باقي تفصيلات أي تمتش الصحي يد بنية دس بركي أتمز أو أتتخد طول نص مدلق سواء شو متواتر إسلي باقي تفصيلات تأسا شيء صحي وانا يشون الصحي كات كهين دي لأن تواتر هذا الجزء من تلك الرواية إنما يدل على صحته في ذاته وانا يشون أتمز دعا أتتخد طول نقي أرهنش ايش متواتر ايش كران دلالت كي هسا ياسا شو صحيح ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على صحة باقي التفاصيل لكن ايش دلالت كران باقي التفاصيل هذه الصحة تسبر التي تضمنتها الرواية يوم أهت رواية اسمه زامج لعدم صحة هذه الرواية التي تضمنتها كي هذه رواية شن صحيح حيث جاءت بإسناد ضعيف غير صحيح فينبغي التنبه هذا الأمر تنبه لهذا الأمر فإنه في غاية الأهمية إسلي متنبه شروزن أت ما أملس قدر هذا سامج وتوهني بدي كي أدليل شيء إيش متواتر نهر صيبت يك إيش دربنا يتني رواية تسشة زاي تيا سامج وإسلي إيش برا أهم متواتر صيبت هيك شاء متواتر شيء تطلع جمع حكم يس قدر مشترك شو من رواية المز يم بات إكسترا تفصيلات شيء تاكي ألعاب ألعاب وشنا تاكي كيا وشنا هيك شاء
الآحاد مش كاش متوادرة آحاد نيس بران ونا وخبر الآحاد قد قصر ما قد قصر عن التواتر ولو قد كثر رواته جل الحديث منها فهي على مراتب فخذها ونا خبر الآحاد قال ما قد قصر قصر ما لو كما اسن قليل اسن كم حسق اسن عن التواتر كم تواتر نشا سبيس اربتي سين ولو قد قصر اگرچه اسمز روات کیا آسن قصر روات اگر روات آسن واریا ات آسن واریا سند لیکن یا اس تواتر کی حد استا یا اس تواتر کی حد بنی رکان ٹھیک چھا اچھا سنا احاد گئ سنا احاد اس کو ساتھ کنا روات تے واریا زیادہ اس لیکن تواتر کی حد استا اس نے واتن یعنی مس تواتر کو در باقی پجم چیز وچ ونن چو وجل الحدیث منها اکثر حدیث چھی من اکثر حدیث کیش احاد وهي على مراتب يمسش مختلف مراتب مش نصيري أكيد درجة كهين فخذها رسم رسم مطلب تفصيل مجموعة. قال الخطيب البغدادي خطيب بغدادي فرمان خبر الآهاد هو ما قصر عن صفة التواتر هنا خبر الآهاد هسقي يمس صفة التواتر نشكي أصلا قاصر قاصر كم أصلا ولم يقع به العلم أمس شو علم أصلا واقع المطلب يعني اليقين الضروري وإن روته الجماعة أغر جاءت جماعة تأس رواية كرا أغر جاءت كأس كان رواية جماعة ونان طارق عز الله سوى ونان وعلم أن جل الأخبار من الأحاد ونان تزيني وسكي جل الأخبار أقصر خبر سنة أحاديث تمكيش والمتواتر بالنسبة للأحاد قليل متواتر شو أحاد النسبة كه قليل وعليه اسلي ادبني اسبرت فمن تنكب عن قبول اخبار الاهاد ومن تنكب ما لا عنه يعني يسب حيتو يسر من دور ذل خبر واحد قبول كرنس نيشي ما لا عنه تنكب ما لا عنه ما الغسن كنش حتو يس حيتو يمن خبر واحد كر قبول كينت فقد عمد الى ترك غالب السنن انكر قصد انكر سري سنه ترك كايزي أحد يشين أزياد متواتر شكام يبنى وهذا يكفي في إبتال قول من لا يحتج في العقائد إلا بالمتواتر وانا يشو كيفي طيب سن قول باطل قرار دي نسمس يسمونا أنشو كي أقائد المزقر وصرف متواتر يوتي استعمال طيب سمجي ما إيش ابن حبان صبت ذكر قرار وانا أنشو الشريعة حصل شو يعني دين شو أحد يشتن كيش أخسر أحد يسوس أحد الإنكار قرار تيم قرصة يسي دين سي إنكار شنا اتنی بچی نہ پتہ کہ متواتر چھ اگو قران چھ رب سس کتاب چھ متواتر دیم چھ پتہ احادیث سمس کہ چھ متواتر کم کیا سر اگر اس خطیب بغدادی سے ڈیفینیشن تنے موتا میں اعتبار کہ چھ زیاد احاد سیدل کمپیزن کرو دل چھ کلیل وہ اس منان چھ استعمال میں متواتر یت خبر واحد یا باقی کس سنا وہ کیش کرن اس قول چھ باطل اس قول چھ باطل وہ چھ کیفی اس ابطال خطر کہ اس وشان کہ اکثر چھ اخبار الاحاد ونا ثم ان اخبار الاحاد على مراتب اخبار احاد كاش مختلف مراتب بعضها اقوى من بعض بعض في بعض الخط زاد كبير فمنها المشهور والمستفيض والعزيز والغريب ها يعني اما امشات قسم فخذها مستعيدا بالله تعالى رجس الله تعالى مدد هاتي يورا بس مدد المشهور والمستفيض مش قلت المشهور والمستفيض وانا فالخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيز مثله ونا خبر مشهور هسقي ما ينقله جماعة يتساق جماعة أش نقل قران والمستفيز مثله مستفيز تساقو يطي مشهورة مستفيز قريب قريب معنى تهوان أغر تي بشون أسم أمن كفارق شد أخذ درقي مطولات بشون يا باقي كتاب بوان أونو مغر يعني أشقد شو اسفانو كي مشهورة مستفيز شو سيم أغر بشون أسك إيش نخبه كان شرحان مزوي شيا بعد بايجن كتاب مزوي شيا سكوتي أسان مر غار كتر والخبر المشهور هو ما رواه عدد كثير من الرواة مشهور خبر جاءت عدد كثير عاشر رواة ومزروايات ولم يبلغ التواتر يا اسم مغر تواتر استواتر ولم يقع به العلم امس اسم علم كذا كان فصل وص علم يعني اشنا بطر علم الضروري اش بطر وعلى هذا فالمتواتر اذا تخلف افاده العلم عنه كان مشهورا فقط وانا اغرس ونا اد بنیاد اس پٹ متواتر اگر آش اس نش کان حدیث یعنی تسن اسن باقی شرط ایمان لا بن مثال کے طور پر لیکن اس نے علم کو فائدہ دیوان علم ضروری اس نے اس دیوان
وانا سجت المشهور تاتش يا وانا مشهور فكل متواتر مشهور من غير عكس وانا هر كان متواتر شو مشهور دي قد احسن تاتش سقر عدد كثير روايات جنا لكن من غير العكس ابوزر شو ترو يعني هر كان مشهور ماشي متواتر كهر روايات مشهور لكن متواتر كيس درجة سنواتا وانا بعض اهل العلم يعبر عن هذا العدد الكثير بقوله ان يرويه الجماعه وانا بعض اهل العلم شمنان عشان هذا عدد كثير في الروايات قران تمشمنان تمشي مش تعبير قران وانا ان يرويه الجماعه اتساس جماعه روايات قران وبعضهم يقول ان يرويه ثلاثه فاكثر او اكثر كيشمنان تري وخط زياده وانا ولعل التعبير بالجماعه اولى وانا زياد بهتر شمن جماعه وهو تعبير الإمام الخطيب بغدادي خطيب بغدادي سبشي كرام بيان فإن الخبر العزيز كما سيأتي قد قال بعض أهل العلم إنه ما رواه اثنان أو ثلاثة كيف من أس جماعة وناك عزيز يس خبر شنا تعطوا دريك شكيه منان يسر رواية أصلا كرام زياد تري زياد تري أغر اسمانو تري تري وخد زياد تري قونا أور لاب غي نايم تري أو خط مسجد وخط مسجد ونان دائم موجب شو بيش متقدمين خطيب بغدادي براني علماء هم دائم شونوت جماعة اشكروا الرافض استعمال كه جمع پروايشون كي اگر كه مني ابن حجر صاحب شونه يزي دريا دريا وخط زاد هيك شاگ وش ديگه اشنيش تلا نو وازه يجي ابن حجر صاحب مني اسا شو مشهور واشكروا تمسن سي ديفينيشن اسبر محمود اغا سمجو پروايشون كي والخبر المستفيض مثل المشهور عند المحدثين محدثين الناس ديك شي مشهور مستفيض شي مشهور هي ها وقيل غير ذلك وان شيء ما ام بغر دي باقي اتمس ارا لكن محدثين الناس دي كيم برابر باقي اگر تبو شنو اشو سغو وشو وانا العزيز مشهور در ما فكري ما رواه جماعه ايش ابن اي مونس ما رواه الجماعه اس روايه اشكر الجماعه ولم يبلغ حد التواتر يا ولم يفيد العلم اسلوب علمك فايده ايش دوان علم الضروري وانا والخبر العزيز والخبر العزيز رابيان وقيل او ثلاثه قولان وانا خبر العزيز هسقول روايه اصل قران الزرابي وانا هسقول قولان بما سجك زقول عزيز استشمان عزيز اسمه ذلك يا من انت يذكران يتركر وانا وخص الحافظ ابن حجر الاسقلاني العزيز بما رواه اثنان ابن حجر ثمانية روايات أصلا كنا ز سنده ده طبقاته مس كنت طبق اسمه ز أصلا روايات كنا تاتي وانا اس عزيز وقال غيره كابن منده وابن تاهر المقدسي وابن الصلاة وابن دقيق العيد والعراقي والنووي وغيرهم اثنان أو ثلاثة يمشي معنا كيه زيا تري ما كون من يوتي لا مشاحة في الاستلاء يمشي ما قرب بالبيت ابن مندى ابن طاهر المقدسي ابن الصلاة ابن صلاة ابن دقيق العيدة العراقي ابن حجر ابن الشيخ النووي يعني كيف هنا نشوف بيتها نفرش وغيرهم اسمه شنو بات هيك بيتها شيء ايش مرأي اسمه ابن حجر ابن بهر هذا ايش استلا اسمه شنو بروي والتحقيق اتمنى قل لك انا راجع شروط الائمة لابن طاهر شروط الائمه شي ابن طاهر صاحب الكتاب غسبار شنو داونلود كارن بي دي اف وشو ائمه شنو مثلا امام بخاري امام مسلم يا باقي ايه شروط كاش ليش انا امام بخاري صاحب الشرط بيتو شي يا باقي انا ايش ديك شروط الائمه ठीक شام فرما والتحقيق ان العدد ليس شرطا في ذاته وانا التحقيق شو يجي عدد شنو شرط في ذاته بل العزيز صفه لما بين الغريب والمشهور عزيز شو صفه غريب است مشهور است درمیان وربما عدوه من الغريب وربما من المشهور تو ايش يكون سات عزيز اسم شيء كي هذا زمان اتي شو مشهور مثال كوني اصلا روايه قال انتري يمان انش زي اتري تم كان اتي شو عزيز يمان انش زي تم كان اتي شو مشهور مشهور اصلا يقول دي وان ايش مشهور است غريب است درمیان صفات ومنه قولهم فلان عزيز هدي عزيز الحديث انا فلان هسه شو قال عزيز الحديث أي قليل الرواية ها قليل الرواية لأن لا أن كل حديث من حديثه قد تابعه عليه واحد أو أكثر يعني كهوين فلان عزيز الحديث أشبرني أو عزيز الديفنيشن أشكاون يزيد تراسن رواية كنا مو فلان عزيز الحديث ما طلب كيشو وأنا عينك ما طلب شنو أمس دي حرق الرواية أشي زيادة رابي بي سبورت كرا
تہِ چھُنہٕ مطلب کہِ اَتٮ۪ن چھُ عزیٖز مطلب کیاہ قٔلیٖل الحدیٖز آ سَمٕجھ یہِ چھُنہ یہِ عزا عزا منٛز چھُنہ درٛامُت عزیٖز اَتھ چھُ زٕ مطلب عزا گوٚو یعنی یَتھ کیٛاہ وَنان چھِ قلہ قٔلیٖل گژھُن یا قویہ قوی گژھُن مضبوٗط گژھُن گوٚو یہِ چھُ مِنل ازداد یعنی اَتھ چھُ دۄنوے ترجمہٕ نیران کیٛاہ چھِ نیران زٕ مطلب چھِ اَتھ نیران لیکِن تِم چھِ پانہٕ ؤنۍ اَپوزِٹ یُس قٔلیٖل آسہِ سُہ ما آسہِ طاقتوَر ٹھیٖک چھا یُس طاقتوَر سُہ ما آسہِ قٔلیٖل بہرحال تۄہہِ آسان مجھے عزیٖز کیٛاہ اَسہِ تھوٚو کَمَن اَہنہِ یہِ چھُ بِلکُل یعنی یُتھُے أسۍ وَنو عزیٖز ہسا گوٚو قوی أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ کَمپِیر کَران کَتھ سۭتۍ یہِ غریٖبَس سۭتۍ غریٖب کھۄتہٕ چھُنہ آسان عزیٖز مضبوٗطٕے پَہَم ییٚلہِ أسۍ وَنو عزیٖز ہسا گوٚو قٔلیٖل تیٚلہِ چھِ أسۍ کَران کَمپِیر ہیٚمہِ رِوایتَن سۭتۍ راتھ أسۍ ٲسۍ ییٚمیُک نُقبت الفِکرُک کَلاس اوس نہ پٔتمہِ ہفتہٕ اوس نہٕ گوٚمُت کِہیٖنۍ تہِ تہِ ووٚنُن مےٚ پٔتمہِ ہفتہٕ ووٚنمَکھ نَیہِ ہفتہٕ کَرو أسۍ اَمیُک پوٗرٮ۪ر زٕ کَلاس دۄن کَلاسَن برابر گژھِ اَکھ کَلاس وۄنۍ رٔٹۍ نہٕ تِم راتھ مےٚ اَسہِ پوٚر راتھ مرفوٗ موقوٗف مختوٗ پَتہٕ پوٚر اَسہِ الوٗ و نُزوٗل پَتہٕ پوٚر الموافقہ البدل المساوات تہٕ بیٚیہِ یہِ المصافحہ دَہہِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 9 بجے شامَس ژوٗر ٲس نہ پٮ۪ٹھٕ سارنٕے ٲسۍ فون یِوان گَرِ پٮ۪ٹھ کوٚت گٔے اَچھا بہرحال یعنی کُنہِ ساتہٕ چھِ زیوٗٹھ کَلاس تہِ گژھان وَنان الغریٖب وَل فردُ وَل فایدہ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ ہاں غریٖب فرد تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ فایدہ وَنان وَل خبر الغریٖب ماین فریٖدوٗ بہِ نقلی مِن الرواتِ واحدوٗ وَہُو الحدیٖث الفرد وَل فایدہ اَتھ گٔے نہ أڑۍ ہَس مٔشتی سُہ کوٚت گوٚو یہِ چھُ ہُپٲرۍ لیکھِتھ وَلکُلُ قد تجمعہُ واحدہ وَلکُلُ قد تجمعہُ واحدہ ہُپٲرۍ چھِ لیکھِتھ پیج نمبر 1 ہَتھ 7 پٮ۪ٹھ چھِ لیکھِتھ سُہ چھُ ہُپٲرۍ لیکھِتھ سُہ چھُ لیکھِتھ 1 ہَتھ 7 پٮ۪ٹھ تَتھ چھُ فٲیدٕ تَتٮ۪ن أنِو فِلحال چھِ اَسہِ ییٖژاہ ہن وَنان چھُ وَل خبر الغریٖب ما انفریٖدوٗ غریٖب خبر ہسا گٔے یَتھ منٛز مُنفرِد آسہِ بہِ نقلی ہی مِن الرواتِ واحدوٗ نقل کَرنَس منٛز آسہِ اَتھ رُواتو منٛز کٔژ اَکھ سَندِ ہِنٛدِس کُنہِ تہِ طبقَس منٛز چھُنا وَہُو الحدیٖث الفردُ وَل فایدہ اَتھ ہسا چھِ وَنان بیٛاکھ ناو کیٛاہ الحدیٖث الفرد یا الحدیٖث الفایدہ تہِ چھِ اَتھ وَنان وَنان الخبر الغریٖب ہُوا ما انفرد بِروایتِ ہی راوِن واحدوٗ ییٚمہِ کہِ رِوایت سۭتۍ مُنفرِد آسہِ اَکھ راوی فَإِذَا لَمْ يُرْوِ لَمْ يُرْوَى إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ اگر نہٕ یہِ رِوایت آسہِ یِوان کَرنہٕ سِوایے أمِس أکسٕے راوی سٕنٛدِ ذٔریعہِ کیٛاہ اَتھ کٔژ سَنٛدٕ آسَن تیٚلہِ أمسٕے راوی سٕنٛدِ ذٔریعہِ آسَن سارے سَنٛدٕ پاس گژھان یعنی اَکٕے کانا غریٖبَن مُطلَقَن اَتھ چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ غریٖبی مُطلَق وَإِذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ هَذَا الْمُنْفَرِد كَانَ غَرِيبًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَط وَنان وَإِذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ یعنی یہِ آسہِ اَمہِ اگر ہسا یہِ اَمہِ علاوٕ باقٕیو سَنٛدو کِنۍ تہِ آسہِ یِوان رِوایت کَرنہٕ الزی تفرد بِہی حاضل مُتفرد مُنفرِد یعنی ییٚمِس سَنٛدِ ذٔریعہِ یہِ مُنفرِد راوی چھُنہ رِوایت کَرنَس منٛز کُنُے زوٚن اَمہِ علاوٕ تہِ آسَن اَتھ باقٕے سَنٛدٕ وَنان تیٚلہِ چھِ اَتھ وَنان غریٖب الغریٖبُ نِسبی بِنِسبیا غریٖبَن بِنِسبیا الغریٖبُ نِسبی سُہ کیٛاہ مطلب گوٚو غریٖبی مُتعلق کیٛاہ ووٚن اَسہِ اَسہِ وَنو کہِ اَتھ چھِ اَکٕے سَنَد بِلکُل أمِس چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ چھُنہٕ اَتھ سَنَد مِثال اِنمل عملو غریٖب نِسبی کیٛاہ گوٚو وَنان چھِ اَتھ چھِ آسان باقٕے سَنٛدٕ تہِ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ غریٖب اگر اَتھ باقٕے سَنٛدٕ تہِ چھِ اَتہِ اَتھ چھِنہ باقٕے سَنٛدٕ تہِ آسان نہ نہ کِہیٖنۍ طبقات نہٕ کینٛہہ اَتھ آسان 50 سَنٛدٕ لیکِن توتہِ وَنو أسۍ یُتھُے أسۍ اَکھ سَنٛد کَرو أسۍ أسۍ وَنو یہِ چھِ غریٖب نہ نہ کِہیٖنۍ اَتھ چھِ الگ الگ سَنٛدٕ تہِ مِثال کے طور پر کانٛہہ حدیٖث چھُ اَتھ چھِ 50 سَنٛدٕ کۭژاہ 49 چھِ ضعیٖف ٹھیٖک چھا اَکٕے چھِ صحیح یعنی 49 چھِ ضعیٖف راوی کَران بیان اَکھ چھُ سِقہ أسۍ وَنو یہِ ہَسا چھُ غریٖبُن بِن حیدر راوی یعنی سِقہ راوی سٕنٛدِ اعتبار چھِ یِہوٚے سَنٛد غریٖب آو سَمٕجھ یا یِتھَے پٲٹھۍ سٲری کانٛہہ حدیٖث چھُ اَتھ چھِ سٲری رِوایت کَران مدیٖنہٕکۍ لُکھ اَکھ رِوایت چھِ اَتھ چھِ شامُک اَکھ راوی کَران رِوایت أسۍ وَنو یہِ چھُ اَمہِ اعتبار کَمہِ علاقُک راوی چھُ اَتھ کَران اَمہِ اعتبار چھِ یہِ نِسبَتَن غریٖب نَتہٕ چھَنہٕ یہِ نَتہٕ چھِ اَتھ اَمہِ بغٲر کَم باقٕے سَنٛدٕ تہِ سَمجھ یِوان یِتھَے پٲٹھۍ کُنہِ ساتہٕ آسہِ کانٛہہ حدیٖث اَتھ آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مُختلِف 4 صحابہ رِوایت کَران یِم 3 صحابہ چھِ تِم چھِ اَتھ ٹھیٖک یعنی تِمَن نِش پَتہٕ بوٚرکُن اَصٕل پٲٹھۍ پَکان سَنٛدٕ اَکھ صحابی چھِ أمِس نِش چھُ اَکوے راوی رِوایت کَران أسۍ وَنو یہِ ہَسا چھِ أمِس صحابی سٕنٛدِ نِسبَت کیٛاہ غریٖب آ سَمٕجھ اَتھ چھَنہٕ اَتھ آسان باقٕے اَتھ چھِ وَنان الغریٖبُن الغریٖبُن اچھا آو نہ سَمٕجھ
اتقول طارق يوزر اظن نخوه الفكر وشراوي شنو يات مسفره ويس ان شاء الله. وهو يسمى ايضا بالفرد وانا اعتبرك كمان فرد. قال الحافظ ابن حجر الغريب والفرد مترادفان لغه واصطلاحا. غريب تفرد هسه شو لغه اصطلاحا كا مترادف 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 لين هكو غريب استعمال اخي اذكر بعض. الا ان اهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثره الاستعمال وقلته. لكن ما اهل الاصطلاح شيء تمقر من مصفره امسات كم اعتبار كثره سان استعمال قرن دي قله سان استعمال قرن. فالفرد اكثر ما يطلقون على الفرد المطلق. وانا اكثر محدثين من انا يشي فرد ما درجش الفرد المطلق يعني الغريب المطلق مطلقا يطبق كثره داجه بس من فرد. والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. غريب قد قدر استعمال قرن الفرد النسبي اصلا غريب شو فرد غريب من غريب ما درجش الغريب النسبي غريب فرد ما درجش الغريب المطلق يا الفرد المطلق تعرف سامج ناتشي يعني مترادف تقصان استعمال. لكن محدثين انهم اكثر استلاشي هي فرد قرن استعمال مطلق اسقدر اس مطلقا غريب اسي غريب قرن نسبي اسقدر استعمال. وهذا من حيث اطلاق الاسميه عليهما. يكم اعتبار شيء فنان ليش اسم قرن لفظ اشونا غريب شو اسم جنا اشونا فرد يتكشو اسم ام اعتبار وننشو. واما من حيث استعمالهم الفعل المشتق اقدر تنفعل قرن استعمال ام اسم بفعل فعل دراو فلا يفرقون دلش انت من المصفره كمان فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان او اغرب به فلان بعد انت من فرق كمان في الويش فرق كمان اصل شيء في الكن اصل شيء مصدر لما لو نيرا كاج بس سوري الفاظ كاج بس نيرا مصدر بس في الف اصل شيء اختلاف اصل شيء بس ريش وانا مصدر بس نيرا كو فيش وانا في الف بس نيرا أو سامي دانو في شو دانو إيمان نهاو كيا واهيشة أتكون مغالفة دي يكاد إسمه شو كاس نهاو كران إيشنا الله تعالى شو فرها. فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا إيشنا إذا ما تفعلوا إيشنا إذا تفعلوا أتبيع إن سيد نون ويش كل لام سيد إن شو نتاجزم فعلين لام جو حرف نفي وقلب وجزم اكو ان سيد نون ويش كل لمس اكو شيء اختلاف اكو شيء اختلاف عبد الله الفوزان سب شنو انا جي جاي كنت نا انت جاي كان سيد بيو ان سيد بيو لمس بيو مگر بيوس اشياء تاون كي ات بيو نون ويش اش كنت نون دد نا هو اسم نا هو برابر اكو نون جي زمان دد نون بيو ويش نون بيو ويش هاز كن وهو يسمى ايضا بالفائده وانا بياخنا وكشر فائده ك فائده قد شو بياخنا بفائده غريبه غريب. ومن ذلك قولهم في جرح الرواه وانا طبعا محدثين في القول التمرائي بس كان جرح كرمنا فلان كان احاديثه فوائد هنا فلان زنت شيء من احاديثك فوائد اسمه ايه احاديث رمز كاش فوائد اي غرائب مضرب غرائب. وانا قاله ابو عروبه الحراني في زهير بن محمد الخراساني وحسان بن ابراهيم الكرماني وقاله ابن عدي في زمعة بن صالح يعني شيء مو محدثين استعمال. وقد سرها ابن عدي في ترجمه حسان الكرماني ان قول ابي عروبه الحراني فيه كان احاديثه كلها فوائد اي غرائب. وانا ابن عدي سبن جونمت كي ياس شيء اثبت مطلب يعني يسا ام اسمون كي ام سند احاديث سند فوائد ما ضرب كشو غرائب يك ما ضرب غرائب كازي ام غريب روايه سنه اكثر اسان تمشي انا ضعيف غريب روايه ام تي اسان يعني راوي كان شو منفرد كان روايه كان نسمس اكثر شو لابن عمود كي ام كاش اسان مش ام راوي نا مش اسان ضعيف يعني ايش اسان ام راوي بس فهم قوم اكثر يعني كي هميش نكي. قال الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فعلم أنه خطأ. يلتوي شك علماء الحديث فنا يه حديث شو غريب يه حديث شو فائدة ما طلب شو خطأ شيء بس غلطي كم زرع بيس أنت مني مني نه كمش من إمام بخاري سب نس غني كيس حديث مدري شو غريب إسري شو خطأ إيش مو نال الإطلاق شو نيه وأنا فجعل الفوائد من الغرائب وأنا إسري إمام أحمد سو أنت كم فوائد غرائب كيف قرأ الاستعمال مترادف. وقوله فعلم أنه خطأ وانا يكي أول إمام أحمد صبن كي يلتو تيبو شون كهوانا المحدثين ومزي شو غريب زين زوي شو خطأ أي من حيث الغالب يعني غالبا
شنو صحيح؟ لأن أغلب الأحاديث الغرائب والأفراد من أخطاء الرواة. يعني أغلب يمشنا الغرائب أصلا يمسا شهر الرواة الهنكة أخطاء كما هو معروف إثبت معروف شو. وسيأتي في باب التعني في المروي يلي سبرونا التعني في المروي رواية اسم الزتعن اسمي شو تمساد. وانا ومن كتب المحدثين كتب الفوائد وانا محدثين هذا كتاب فوائد كهر كتاب أصلا وموضوعها تنك موضوع كيش أصلا الأحاديث التي يظن جامعها أنها ليست عند غيره من أقرانه أتمنى تم أحاديث أصلا جامع كريمت أمس جامع كارن ويلس يسمو مصنف شناس أهم كتابه تمش بانجاي أصلا ظن كي يعني يمشي تم أحاديث يمن باك يعني أقران النشي يما ساشي ميوت نشي يمشي باك يشني رواية كرمت وربما شملت الغرائب عامة ولو مما أغرب بها شيخه أو من فوقه كون سات شنو يبنيت غرائب كران جامع كيان بل كي يمشي الشيخ أنت أصلا غرائب كرمت يا ابن الشيخ سن الشيخ سن اصلا قريب روايتي مش ساري كاسن اتمز جمع ابن كتاب كيش فنان فوائد 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 كيش فنان شنو انت من ابن حجر ابن قيم سو بن الفوائد هي نعم ايش فنان محدثين اچھا مثل فوائد تمام تمام سو بن كيه فوائد وغيرها شو ما اصل كاشو توجه غير حديث اصلا مش فاضش بن نامت يا شو نمت امام طبراني زبن المعجم المعجم الصغير اسمه قاتل المعجم الصغير اسمه هسق اشكال شنو اشكال كاي المعجم الصغير اسمه شيء ما طبراني سبن انمت ما يود بس ليه تفرد به فلان يا سيدي فلان راوي شو يكون اذا روايات اذا ليش نبرا صبح اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق شنو بران شامس تشبر صبح تشبر تريلر شامس تشبر تريلر صبح تشا بارون شامستي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء صبح بارون شامستي ايش هو انا غير ان جو مولم غير ني صاف تسمز بو شو ايش ني شا شامس يمشي دنو بارون شامس اعوذ بكلمات الله تتبي بسم الله الذي يمشي صبح بارون تري دنو ايت شامس بارون دنو ايت تري ليت ٹھیک ہے تو مجھے اخری اسم المعجم الصغير قلت له شنو قال اسم المسلم ده زمان قال لي التخريجي قاعد نشوف سكر زمولم ما يحط وين زمان وانا ومنها المعجم الصغير للطبراني وانا امي ما شيء معجم المعجم الصغير كم سن امام طبراني سن فقد سماه في صدره وانا تمشي تتمنى ورنتي كتاب فوائد مشايخي كم شيء من مشايخه فوائد فوائد مطلب غريب غرائب غريب روايه يجي المعجم الصغير شنو اكشلي اكس نسخه اسمها شريك هذا الكتاب روحي يا روحي وانا اي كتاب اسمه روح يجي امام طبراني وانا اي كتاب اسمه كيا روح ما انا اساسا مهنه شات لازم يعني فوائد كرمت شنو اسمه كيا من باكر كاشي او سام ايش اسمه هر كاش شنو اسمه تاعنا مشروع الامر كيا يعني انسان اش اصلا انسان تقرا مثال ايش زن دارس ديوان جنا يعني تي تي دي بورد دارس بيني وبارني ايش راسا اكس انسان ايش كارن انسان تقدر كاح كغم سيتي اساسا في زندگي من مقصد اساسا بس في زندگي مز ياسان يك كغم كارن بس يعني يك كغم شنو خاص بس ما خاص جان دونج هر كان ايش فني زندگي مز يبناو ما سمج بقرة أبو زيد سبعة وعشرين مسك كتاب جرح تعديل أسبير الجرح هو التعديل أسبير أخلاق الكتاب سوش فنا بدر فنا نشوف ياسا شيء معنى زندقي هندي ومشاريع وما زين ما زين شيء أكثر سام باري تايم لقى مثلا ابن حجر سبعة ليش كيا فتح الباري كذا تايم لقى ها تصل ابن مسلك باري أبدي كذا بدي شرها بدي نلاقي جسم كنسو بدي زيادة لقى تبي مستر أشياء سان أشياء من موتة بيت مرت أبو عبيد قاسم السلام تبي مش تاتجي بدي لقى موجود الغريب المصنف مش تياز لاڑی چھ آسان کر ہند دو آسان تو ہندس ترین آسان تک تم ثتی وی لکھنس نا اس کر اخا وڈ ایڈ اخا وڈ اس کر ایڈ اس تمس نو گیا جمع ثتی وی ثتی ورین زندگی ہند اخ خلاص دے بٹ تک پن جی بنو مت اس کیا کر اس کیا گول ہاں اس دن لحاظ یعنی ایتن شیخ کر فکر وہ ہوا یسما ایزا بالنادرہ ونا ایت حدیث چھ بیاخنا کیا ونا النادرہ کرنا ہے تو نادرہ کرنا ہے أقول هذا وأستغفر الله لكم.